بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اخوه الايمان كما ذكرنا واكدنا ان كتاب الله عز وجل هو المنقذ للافراد والجماعات هو كتاب النجاه هو حبل الله في الارض والذي دعانا لان نعتصم به بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فيه الهدى وفيه الشفاء فيه شفاء للنفوس وهدوء وطمانينه للقلوب وسمو ورقي للارواح من هنا كان علم القران هو الاساس وكانت كل العلوم خادمه لعلم القران الكريم وكل العلوم اخذت واستنبطت من اجل فهم القران الكريم وصلنا الى نهايه سوره الحجر وصلنا الى اوامر من الله عز وجل للنبي عليه الصلاه والسلام ولكل مؤمن هذه الأوامر التي فيها صلاح النفس البشرية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها هذه الأوامر التي فيها تزكية النفوس وتزكية الأرواح وتنوير القلوب الذي سنلقى به الله عز وجل هذا القلب المنور هو حبل النجاة وهو قاربوا الخلاص من عذاب جهنم الأبدي أوامر للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل مؤمن بعد النبي وفي كل سورة من سور القرآن تكون الخاتمة مليئة بالنور مليئة بالقوة مليئة بالزخم مليئة بالدفع فالله عز وجل يختتم سورة الحجر واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. عبادة متواصلة. فالعبادة هي سر الوجود، لأنها أرقى حالات الإنسان. العبادة الحقيقية هي أرقى حالات الإنسان حينما يتصل بالله عز وجل معرفة وإيماناً وإحساساً ومحبة وفناءً وكما قال بعض العارفين: لو علم السلاطين ما في قلوبنا من سعادة لقاتلونا عليها بحد السيوف فلا سعادة للقلب إلا الصلة بالله ولا سعادة للروح إلا بالقرب من الله قل لا تطعه واسجد واقترب فهذه الآيات التي اختتمت بها سورة الحجر فيها من القوة فيها من الوصايا فيها من الرقي ما لا يقدر بثمن ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. احدى اهم المشاكل اليوم التي نعانيها في فهمنا للقران الكريم اننا اسقطنا النبي عليه الصلاه والسلام من هذا الفهم. اول ما نزل هذا الكلام نزل على النبي واول من تقيد بهذا الكلام كان النبي عليه الصلاه والسلام واول من نفذ هذا الكلام كان النبي عليه الصلاه والسلام فهل نشعر نحن بهذا الامر؟ هل نشعر بان النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ونفذ هذا الكلام ونحن نتوانى ونتخلف ونقصر في تنفيذ هذا الكلام ف اي محبه للنبي واي اتباع للنبي واي سنه ندعي تطبيقها اذا اسقطنا هذا الواقع اذا اسقطنا هذه الحقائق كل ما ذكر عن الانبياء والمرسلين في القران الكريم حقيقه 100% مو 99 مو منقول مو ضعيف مو حسن مو صحيح لغيره مو 100% هي من النصوص القطعيه الثبوت التي لا شك فيها ولا واحد بالمليار، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، فالعباده هي جسرك الى اليقين، واليقين هي قمه السعاده، هي قمه المعرفه، هي قمه القرب، واليقين لمن لم يحصل هذا اليقين هو الموت، فبالموت يتيقن الجميع. بالموت يتيقن الجميع، الكافر، والمتعبد والبعيد والملحد وكل سيصلون الى اليقين بالموت وسيصلون الى عين اليقين وحق اليقين حينما يبعثون الى الاخره فحينما يبعثون في يوم القيامه سيرون الاخره راي عين عند لم يعد هناك اي شك، لم يعد هناك اي ريب، لم يعد هناك اي تردد وفي هذه اللحظه نعود الى بدايه سوره الحجر في لحظه القيامه في لحظه الساعه في لحظه بروز جهنم في لحظه ظهور الجنه عندها ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يتمنى الكفار لو كانوا مسلمين في كل العصور لو انقادوا لله، لو اطاعوا الله، لو تذللوا لله، لو سجدوا لله ربما امتى؟ قال بهذا الموقف انكشفت الحقائق، اتى اليقين، فتمنوا فهكذا نجد هذا الربط الرائع بين نهايه السوره وبين بدايه السوره. وكل هذا الف لام راء، تلك ايات الكتاب وقران مبين هذا القران يبين لنا امر ديننا يبين لنا امر اخرتنا يبين لنا الصراط المستقيم يبين لنا سير الانبياء والمرسلين نبين لنا ماذا نفعل حتى نصل الى مرضاه الله والجنه في هذا الكتاب المبين بين الله لنا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فاذا اتى اليقين في الاخره ووقف الناس امام هذه المشاهد تمنى الذين كفروا لو كانوا مسلمين تمنى الذين لم يصلوا لو كانوا مصلين تمنى الغافلين لو كانوا ذاكرين تمنى المقصرين لو كانوا نشيطين تمنوا البعيدين عن الخيرات اليوم لو استكثروا من الخيرات لو استكثروا من الفضائل لو استكثروا من القربات وأكثر ما يندم عليه أهل الجنة ساعة مرت بغير ذكر لله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ولكن المشكلة أنهم غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون إنت سوف يعلمون لما بدأ يشوفوا اليقين سيعلموا الحقيقة سيعلم الامور ما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون الله عز وجل يبين ان للامم اجال كل امه لها اجل كل امه لها وقت كل امه لها ساعه واذا اتى امر الله استحاله فهذه الايات تلتقي مع قول الله عز وجل حينما حاول سيدنا إبراهيم أن يؤخر العذاب عن قوم لوط يحاول أي شيء أن يغير هذا العذاب فأبدا يجادلنا في, قومي في قوم لوط لا يمكن أتى أمر الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه فهلاك الأمم قدر محتوم زمن محدد أجل معروف ولكن هذا الأجل له إشارات الإنسان حينما يحين الأجل هناك إشارات هناك علامات هناك يعني بوادر لهذا الأجل وكذلك الأمم إذا حان أجلها وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون متى؟ وشهدنا كل شهدنا انهيار الاتحاد السوفيتي أعظم دولة كانت في قوة الاتحاد السوفيتي أقوى من كل الحلف الاطلسي والحلف الغربي مجتمعين بمفرده ثم انتهى نهايه عجيبه غريبه فقد اتى فقد اتى الاجل ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون وبينت لنا الايات كيف نزل العذاب بقوم لوط كيف نزل العذاب بقوم عاد كيف نزل العذاب بقوم ثمود كل هؤلاء كيف نزل بهم العذاب وباصحاب الايكه كل هذه امثله على هذا القول وقران مبين تذكر الايات المجمله ثم تفصل بعد ذلك ثم تبين بعد ذلك حتى تكون الصوره واضحه حتى تكون الصوره جليه ما فيها اي لبس ما فيها اي خلل وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. خطاب ينقل القرآن كيف أنهم كانوا يتهمون من نزل عليه أعظم كتاب، من حمل أعظم رسالة، اتهموه بالجنون، مين؟ جماعته جماعته اللي حواليه أهله وجيرانه وقومه وعشيرته وقبيلته الداعي إلى الله بده يصبر العالم الحقيقي بده بده يصبر. بده يعادوه الاقارب قبل الاباعد، بده يعادوه يلي بيعرفهم قبل يلي بيجهلهم وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون طيب وين الجواب؟ هي هي الايه وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون الايه 6 وين اجى الجواب؟ اجى الجواب بالايه 95 إنا كفيناك المستهزئين القوة الثقة ما دغري قال له إيه قالوا عنك هيك بدنا لا 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 في حقيقة في واقع فهون قالوا ما قالوا <applause> نقل قوله بس بالآخير بيّن للنبي عليه الصلاة والسلام <applause> إنا كفيناك المستهزئين اليوم وغدا وبعد غد وبعد مئة سنة الهزء بالنبي خط احمر بس مو بصغر عنا اي واحد يقول لك والله رسم رسمي انه هذا عقله الفشكال اي واحد لا هون كانوا عم يوجهوا له الخطاب عم يخاطبوه مباشره عم يعنوه بهذا الكلام اما اي واحد والله يعمل مشان يسير الناس ويحرك الناس ويقول لك شوف المسلمين دغري كيف والله آه شو اسمه لا انا كفيناك المستهزئين فهذه جواب وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون الايه 6 بعد ذلك تتابع الايات العظيمه تتابع الايات القويه في سوره الحجر فيبين تعالى انه ترك للعالم وثيقه سماويه ترك للعالم وثيقه الهيه لا تتغير ولا تتبدل حتى تقوم الارض حتى تقوم الساعه حتى تقوم القيامه فهذا الكتاب محفوظ من الله ليكون حجه على ابن ادم ليكون مرجعا للحساب والعقاب ليكون دليل المهتدين الى الله عز وجل واذا ما وجد كتاب صحيح لا يوجد حساب ولا على شو بدك تحاسب وزاره التربيه ما في منهاج ما في كتب او الكتب طلعت مزوره على شو بدك تصلح على شو بدك تحاسب فهذا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إغلاق لأي كلام إغلاق لأي طيب معناته الموضوع محسوم إرادة الله عز وجل في شيء فوقنا نحن كبشر لو الشغلة عنا كبشر كنا ساوينا الكتاب مية بمؤتمر قينية كان في مية وأربع أناجيل حرقوا مية وخلوا فقط أربع أناجيل مية وأربعة كان وسطان العدد بهذاك الوقت يلي لا في مطابع ولا في كتب ولا في شو اسمه مية وأربعة أناجيل أبقوا على أربع أناجيل فلو ترك هذا الكتاب يمكن لقينا بكل جامع في 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 مصحف شكل بكل مكان الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فكانت هذه الآية هي الحافظة إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، الله عز وجل تعهد لنا وحفظ لنا القران الكريم وكذلك حفظ الله السماوات من كل شيطان رجيم، الايه 17 ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، فالله عز وجل حفظ هذا الامر وكذلك الله عز وجل حفظ قوانين الارض من العبث انا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون الحياه بيد الله عز وجل لن نملك هذا السر لن نملك مو سر الحياه ما عم نحافظ على الحياه ما عم نستطيع نوقف الموت ناهيك عن انه والله نستطيع نوجد ايش؟ نستطيع نوجد الحياه لهلا عم نبعث أه جيب ويب اكبر أه تلسكوب فضائي لنشوف شو صاير لنفهم شو عرفانين لأن احنا ما مصدقين كلام رب العالمين أما لو صدقنا كلام رب العالمين وأرسلنا لتزداد معرفتنا لتزداد علومنا لقفزة البشرية قفزة علمية غير غير مسبوقة على الإطلاق وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فكل شيء فالله عز وجل حفظ هذه الأمور حفظ السماوات حفظ النبي عليه الصلاة والسلام من أي استهزاء ومن أي أذى ومن أي ضرر وكذلك حفظ لنا القرآن الكريم من أي تغيير من أي تبديل من أي تحريف أما إذا نحن غيرنا بسلوكنا هي شغلة تانية إذا نحن انحرفنا بتطبيقنا إذا نحن أهملنا القرآن ممكن بس هذا هذا الشيء سنحاسب عليه اما ان يتغير القران فهذا استحاله او ان يتبدل القران الكريم، وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وكذلك ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين، كله بعلم الله، كله بعلم الله، ما تقدم، ما تاخر، ما سيحدث، ما سيكون، ما في نفسك، ما في كل موجود بعلم الله عز وجل، وان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم. فيوم القيامة سيحشر الجميع سيحشر الجميع في أرض المحشر لذلك القضية إنه لقول فصل وما هو بالهزل، القضية جد ولما كانت القضية جد رجعنا رب العالمين في آيات سورة الحجر إلى بداية خلق الإنسان وأعطانا تشريح روحي وفكري ومادي عن هذا المخلوق اللي اساسه صلصال اللي اساسه فخار اسود طالعه ريحته هو اساس الخلطه تبع الانسان لا تشوف حالك تذكر اساسك تذكر جذورك تذكر مين كنت قد ما كبرت وطولت وطلعت ونزلت تذكر مين انت وتذكر المصير الذي ستؤول اليه مهما كنت فانت كانسان مصيرك في النتيجه معروف فالله عز وجل خلق الانسان من صلصال من حما مسنون وكذلك خلق الجان من نار السموم في خلاف في خلاف الطبيعه في خلاف بالاساس في ولكن بعد ذلك الله عز وجل سواه ونفخ فيه من روحه واعطى الامر فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فانت ايها الانسان انت خليط بين هذه الروح الطاهرة الراقية العالية وبين هذا الطين فمن قلب هذا الطين إلى مخترعين من قلب هذا الطين إلى فلاسفة من قلب هذا الطين إلى رسل وأنبياء ما هذه الروح الخارقة ما هذه الروح التي هي من أمر الله عز وجل وما أوتينا من العلم إلا قليلا فحري بالإنسان أن يتأدب حري بالإنسان أن يعرف هذا الحجم الذي هو له فلا يتطاول على خالق السماوات والارض ولا يتطاول على الذي على الذي نفخ فيه سر الحياه وهي روح نسبت لله عز وجل تعظيما وتكبيرا واجلالا الى تلك الروح ورفض ابليس. وبدات المعركه وبدا السجال رفض ان يسجد لمن آه خلقه من صلصال وغفل وتناسى ونفخت فيه من روحي يجي واحد بيقول له ليك فلان شو لونه فلان بروفيسور ليك فلان فلان اكبر طبيب واذا كان من هالضيعه واذا كان من هالبلده واذا كان من هالمكان واذا كان من هالجغرافيا فهذه التقسيمات وهذه التمييزات اللونيه والعرقيه اساسا والمعلم فيها ابليس اول من شق الاجماع هو ابليس اي تفرقه هي ابليسيه مهما تكون هي ابليسيه اي شكل الصف هو ابليسي اي تمييز على الشكل واللون والعرق والجغرافيا والكذا هي هي اتباع لمين؟ اتباع لابليس قال الم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون وكان ما كان عليه من اللعن وكان اظهار انه مؤمن بالله قال ربي انظرني الى يوم فانظرني الى يوم يبعثون قال ربي يعني ركز على هو هو, هو مؤمن بربوبيه الله مؤمن فاعطني الى يوم القيامه فاعطاه فلا يغرنك المهل اه والله ليك فلان الله مد عمره 100 سنه تسع لا يغرك المده الله اعطى ابليس ليوم القيامه بس النهايه مع الاخره يا فاخره المهم بالاخير لوين بدنا نوصل المهم بالاخير وين بدنا نكون قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين جرس انذار اللي بيقول لك كيد الشيطان ضعيفه الشيطان بده يغوي الكل الا عبادك منهم المخلصين هدول الصفوي الخلاصه والسابقون السابقون اولئك المقربون ثله من الاولين وقليل من الاخرين ففي هدول ما يغرك يجي واحد يقول لك الشيطان عم بيتحكم والشيطان عم بيلعب والشيطان عم يوزوس والشيطان عم بينزخ بين الام والبنت وبين الاخ واخوه وبين المراه وزوجها وبين الجار وجاره وبالمجتمعات وبالجوامع وبأهل الدين عم بينغل نغل فايت وطالع يعني وعم يدير وعم بيظبط وعم بيركز وعم بيهندس ويا ويننا جاي يا ويلنا من اللي قادم ما هو شيء بسيط ما شيء بسيط ما عم أقول هالكلام لخلي الناس والله تنزعج او تتوتر عم بقول هالكلام لنستعد قال له اخوك من صدقك لا من صدقك اللي بيحاكيك الحقيقه اللي بيحاكيك الصدق لسه عم نطلع من طابوسه بنوقع بطابوسه نطلع من طابوسه بنوقع بطابوسه العم منا شو معناتها وين رايحين بالاخير وين رايحين بدها وعي، بدها فهم، بدها عوده الى الله عز وجل، قال هذا صراط علي مستقيم. رب العالمين ان ربي على صراط مستقيم، هذا صراط علي مستقيم، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وان جهنم لموعدهم اجمعين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين بتمنوا يا ريت اللي ما كانوا مصلين لو كانوا مصلين يوم بيوصلوا ان جهنم لموعدهم اجمعين يا ريتني ما سمعت لبليس يا ريتني آه... اتبعت الرسول يا ريتني اتبعت الصالحين يا ريتني اتبعت المؤمنين يا ريتني بس شو بذلك الوقت لا ينفع الندم ولا ينفع السجود ولا ينفع الصبر ولا ينفع استغ... ولا ينفع رفعت الاقلام وجفت الصحف لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام أمنين سلام وأمان وتتلقاهم الملائكة تحيتهم فيها سلام كل هذا الدين دين الرحمة دين الروعة دين السلام دين لا مصرين نقلبه دين لا حول ولا قوة إلا بالله مصرين الدين هو دين الرحمة ودين السلام والدعوة وعبادة الله عز وجل كفى تحريفا لحقائق هذا الدين يلي بده يحرف يطلع لبرا يحرف يساوي اللي بده إياه يعمل اللي بده إياه أما هذه حقائق الدين التي بينها الله عز وجل في قرانه الكريم ادخلوها بسلام ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين تكون عم تعمل عرس ابنك مبسوط بس تعبان بتكون عم عم تعمر بيت جديد مروق بس هل كان قال هم ما في لا في نصب ولا في تعب ولا في قال وما هم منها بمخرجين دخلي على الجنة ونوي طريق واحد بس تذكرة وحدة خروج بلا عودة تدخل على الجنة ما في طلعة دخول بلا خروج فلا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم قال لحقوا حالكم استفيدوا من هالنبأ استفيدوا من هالمنحه استفيدوا من هالرخصه قال ايه الحمد لله انا ما عندي شيء استغفر منه معناتها عندك مصايب اذا زم... مالك شايف عندك شيء بدك تستغفر منه فمعناتها عندك مصايب بدنا نشوف اخطائنا يا احبابنا بدنا نشوف قبل فواد الاوان بدنا نلحق المنحة الإلهية الربانية قبل أن يفوت أوانا قبل أن نصل إلى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين فرطوا في الدنيا لو كانوا مستغفرين لو كانوا تائبين لو كانوا إلى الله منيبين فنبئ عبادي أني أنا الغفور نبأ عظيم استفيدوا منه استفيدوا من هالمغفرة واستفيدوا من هالرحمة ولا تصلوا إلى وأن عذابي هو العذاب الأليم لا توصلون لها المرحلة ولا تجوا إلى هذه الفترة التي لا حل لها الآخرة قولت إخواننا المصريين ملهاش حل ما في حل بالآخرة بعد ذلك تأتي الأمثلة على هذه الآيات تأتي الأمثلة على أهل جهنم وتأتي الأمثلة على أهل النار تأتي الأمثلة على الصالحين المخلصين المخلصين وتاتي الامثله على الذين طغوا وبغوا واول المذكورين ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء وابو المرسلين ياتونه بالبشاره باسحاق وبعد ذلك يخبرونه بانهم اتوا لعقاب قوم لوط وبعد ذلك يعطون التعليمات لنبي الله لوط. الملائكه يلتقون بالانبياء يلتقون بالبشر يتحدثون مع البشر يعطوا ممكن ممكن هذه الايات واضحه بهذا الكلام فيعطوا التعليمات الى لوط فاسري باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤبرون تطبيع لا تطلعوا شو بده يصير يا لطيف يا لطيف شو بده يصير يا لطيف شو بده يصير نزل امر الله، نزلت عقوبة الله. كل شيء قبل ان ياتي امر الله كل شيء ممكن. متى ما اجى امر الله لا في نبي ولا في رسول ولا لاحد ان يتوسط بهذا الامر ولا لاحد ان يقف امام هذا الامر. تاتي الايات لتدلنا على كيف ان لكل قرية اجل ولكل اجل كتاب، كيف لكل امة وقت لا تتاخر عنه. أبدا فبين الله عز وجل هلاك هؤلاء الأقوام على تعددهم وعلى قوتهم وعلى جبروتهم فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لما أجت الصيحة وإجى العذاب وإجى الألم ورأوا تمنوا ساعتها بس ساعتها ما بفيد الندم ولا يكون لذلك اي نتيجه بعد ذلك وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق فكل ما اتى من الله هو حق فالله هو الحق والكتاب هو الحق والاخره حق والجنه حق والنار حق والانبياء والرسل حق والقران حق ان ربك هو الخلاق العليم ثم تبدا الآيات لتعطينا مدرسة عظيمة في علم النفس. مدرسة عظيمة في تمنيع النفس البشرية من أن تقع في الأمراض، من أن تقع في الضعف، في الاكتئاب، في القلق، في أن تقع بهذه البلايا المعاصرة التي لا يوجد إنسان يخلو منها في أيامنا الحالية. ما في إنسان يخلو من هذه الأعراض وهذه الأمراض، فيأتي الله عز وجل ليعطيك القوه فاصفح الصفحه الجميل ان الساعه لاتيه مظلوم في عندك مظلمه عند احد في حدا عم يسيبه عملتك في حدا ميه بالاخير في اخره بالاخير في اخره بالاخير في حساب هذا يبرد النفس يبرد القلب يهدئ الروع فاصفح الصفحه الجميل سلسله من الوصايا للنبي عليه الصلاه والسلام ولامته لتكون أمة قوية نفسية نفسيتها قوية محصنة الصفح الجميل أنت قاعد بتختك عم تنزعج بفلان وفلان وهن مو دريانين أنت الآن وهن ولا ولا فارقة معهم فاصفح الصفحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ثم يأتي بعد ذلك السبع المساني التي لم يؤتهن أحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام في آيات الفادحة التي فيها كل مقاصد الشريعه وفيها كل مقاصد القران الكريم والتي اختصرت واختزلت كل المطلوب باياك نعبد واياك نستعين وبالحمد لله رب العالمين وباهدنا الصراط المستقيم اعطتك معالم الطريق واين يجب ان تكون فايها الاخ ايتها الاخت اما ان تكون على الصراط المستقيم وهو خط واحد صراط مستقيم مو 500 وكل واحد عنده صراط مستقيم خط واحد ينطلق من سيدنا ادم ويمر بكل الانبياء والمرسلين ونقاط العلام سيدنا ابراهيم وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء والمرسلين ويمتد هذا الخط المستقيم الوحيد ليكون عليه الناجون وليزيغ عنه وليزيغ عنه الهالكون وبعد ذلك تتوالى الوصايا فلا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم المقارنة معظم الأمراض النفسية سببها المقارنة هدول أغنى هدول أحسن هدول أحلى هدول عنده أولاد أختي صار عنده بيت أكبر من بيتي أخي صار عنده سيارة أحلى من سيارتي زميلي عم يقبض راتب أكثر المقارنات هي التي توقع الإنسان بالاكتئاب دائما وقل إني أنا النذير المبين وبعد ذلك يستعرض لنا القرآن فئة خطيرة فئة التي الذين جعلوا القرآن عضين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض الغريب اليوم أنا أنا في شيء يعني ما عم بفهمه القرآن كله مديح القرآن كله ثناء ما ورد القرآن والانتساب إلى القرآن بكل إلا بمواطن المدح والثناء و فأستغرب كيف نطلق اليوم على مجموعة لا تؤمن بسنة النبي وترفض سنة النبي من سميهم قرآنيين وكأنه أصبحت مزمة الانتساب للقرآن بتلاقي علماء وبتلاقي مشايخ معيب منقول هدول منكرين السنة أما نطلق عليهم لفظ القرآن وهل هناك أعظم من أن تنتسب إلى القرآن؟ هل هناك أعظم من أن تكون عارف للقرآن؟ واحد بيكون ما بدنا نحكي شو اصله وشو اساسه طبعا اطلق التسميه ودعم التسميه والناس كلها بتمشي يلا ماشيين مظاهره عم بيقولوا فليسقط وعد بالفور فليسقط وعد بالفور اخر مظاهره شو سمعان فليسقط واحد من فوق هيك عم بيسمع فخلص قالوا قرانيين نحن بنقول قرانيين اللي وقف عندك مين ما كنت تكون مين ما كنت. هذا معيب ان ننسب كلمه قراني وقرانيين الى ناحية سلبية وناحية سيئة شيء غريب شيء غريب بنسميهم بحقيقتهم هؤلاء الذين جعلوا القرآن عظيم فهل نسمي من جعلوا القرآن عظيم بالقرآنيين ونعطيهم منحة؟ وين وصلنا؟ وين صرنا نحن؟ ما بعرف يا اما يعني تلاقي فلان الشيخ فلان الداعي عم يقول لك القرآنيين والقرآن ما شاء الله حولك ما شاء الله حولك شو فهمان؟ قول هدول الذين جعلوا القرآن عظيم، هيك سماهم القرآن. هيك سماهم اللي آمنوا بجزء وكفروا بجزء، شو سماهم؟ الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين. الكل بده يسأل. بهداك اليوم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، واللي قصروا، واللي تركوا، واللي بعدوا، واللي غفلوا، واللي 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 فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الدعوة إلى الله إحدى وسائل النجاة الدعوة إلى الله إحدى وسائل العزة والفخر في الدنيا والآخرة فلأن يهدين الله بك رجلا واحدا امرأ واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت خير لك من حمور النعم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين مما استهزأ فيك بما فأنت يا محمد صلوات الله وسلامه عليك كفيناك المستهزئين وكل من يسير على دربك وعلى سيرك وعلى طريقك فكفيناه هؤلاء المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون خاتمه السوره الوصايا فسبح بحمد ربك ارتقي بالتسبيح والحمد ارتقي فكل تسبيحه تملا ما بين السماء والارض كل تسبيحه فيها من النور ما يملا قلبك وروحك ونفسك ووعيك وصلتك من الله عز وجل وكن من الساجدين. واعبر بروحك واعبر بمشاعرك الى عالم الملكوت وهذه هي البوابه هي السجود السجود هي بوابه العبور السجود هي بوابه العروج الصلاه معراج المؤمن السجود وموضع السجود هو بوابه العروج الى الله عز وجل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اللهم اجعلنا من اهل اليقين اللهم يا رب اجعلنا من المستيقنين برحمتك من المستيقنين بوجودك، من المستيقنين بعظمتك، من المستيقنين بعبادتك، من المستيقنين بقربك وحبك وفضلك وعطائك، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فاذا جاء الموت واذا جاءت الاخره ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تمت معنا سورة الحجر وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ بسورة النحل والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا إلهنا يا مولانا من الغافلين يا رب العالمين يا رجاء السائلين تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وأذكارنا ولا تضرب بها يوم القيامة وجوهنا واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين ولا نداما ولا مخزيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الى شرف النبي وارواح المؤمنين الفاتحه